السلام الملكي. على مستوى الإصلاح والأخلاق والحضارة، إن مكة المكرمة تعد مكانا أكثر إلهاما بكل نور ينبثق في أرجاء المعمورة، قبلة وقدسية. النهار مرحبا بك، حللت أهلا وقدمت سهلا، إن إكرام الضيف من شيم العرب مسكان. صدقت يا أخي صدقت، عرف العرب بخصال نبيلة من أهمها الكرم والشواعد، ونعد الشباب الواحد ونسبحه للعلم والمعرفة والجودة والإتقان والتقنيع، ولنبذل المقابرة ونبدأ المشاورة. يا سائلنا عنا، حكامنا منا يا سائلنا عنا.